بمناسبة الذكرى 46 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، قام عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان صباح السبت 6 نوفمبر 2021 مرفوقا بالسيد محمد إبراهيم النائب البرلماني ورئيس جماعة بركان وأعضاء المجلس الجماعي والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية والسلطات وأعضاء وفد جماعة سنجيل البلجيكية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بتدشين ساحة المسيرة الخضراء السوق المغطى سابقا التي تمتد على مساحة 3 هكتار والتي أنجزت في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بركان لتكون معلمة بقلب المدينة وفضاء للنزهة والترويج عن النفس للسكان والزوار، وتنفيذا للوعد الذي قطعه رئيس المجلس الجماعي مع الساكنة مؤكدا أنه ما زالت هناك العديد من المشاريع سيتم تنزيلها مرتبطة بالبنية التحتية وساحات ومساحات خضراء. السلام عليكم، شكرا في الحقيقة على هذا التغطية ديالكم في هذا اليوم بمناسبة المسيرة الخضراء. احنا كان هذا اليوم هذا اللي كانت الانطلاقة نتاع هذا الساحة سميناها ساحة المسيرة الخضراء اللي المساحة نتاعها 3 هكتارات واللي كتشمل واحد المجموعة ديال المشاريع في إطار واحد الاتفاقية اللي دارت مع واحد المجموعة نتاع الشركاء. أنا بدوري كنشكر جميع الشركاء اللي ما فيها السلطة المحلية والسلطة الإقليمية، ونشكر كذلك الإخوة المدير العام للجهوي العمران، وكذلك نشكر الإخوة نتاع المكتب الوطني للكهرباء، كل واحد اللي ساهم من بعيد أو من قريب لأجل باش نخرجوا هذه الساحة هذه في واحد الظرفية وجيزة للساكنة تاع مدينة بركان. ونتمنى إن شاء الله الخير لواحد المجموعة ديال المشاريع اللي راهي في طريق الإنجاز، واللي إن شاء الله باقي واحد المدة قصيرة لأجل باش غادي نخرجوها لحزن الوجود اللي كتهم البنية التحتية نتاع هذه المدينة ديالنا. وكذلك أنا بدوري نشكر السلطات المحلية والسلطات الإقليمية وبتنسيق مع الجماعة الترابية لأجل باش يكون الإخراج تاع هذه المجموعة تاع المشاريع واللي دار واحد المجهود لأجل هذه المدينة ديالنا، باش إن شاء الله حتى احنا نلقاو المواطن ديالنا يلقى مساحات خضراء اللي في المستوى، يلقى ساحات خضراء اللي في المستوى، يلقى طريق في المستوى. ونتمنوا إن شاء الله التوفيق، ونتمنوا إن شاء الله الخير، ونشكركم كذلك مرة ثانية على هذه التغطية ديالكم، وشكرا. الله عليكم. كما تعتبر هذه الساحة ثانية فضاء بالمدينة بعد فضاء ساحة محمد السادس سوق بيو سابقا، وذلك بعدما كانت الساحة من قبل عبارة عن سوقين في وضعية متجاوزة لا تليق لا بالتجار ولا بالمستهلكين ولا بجمالية المدينة التي أصبحت تعرف تحولات غير مسبوقة من حيث التغييرات والتطورات التي عرفتها على مستوى عدد ونوعية المشاريع التنموية والبنية التحتية. كما يندرج هذا الفضاء في إطار القضاء على الأسواق العشوائية واحتواء ظاهرة الباعة المتجولين وإعادة إيوائهم داخل أسواق نموذجية تستجيب للشروط المطلوبة وتسير بطرق حديثة وتمكن من تحسين القدرة التنافسية للتجار الصغار، ثم تعزيز البنية التحتية داخل مدينة بركان، مما سيمكن التجار من ممارسة نشاطهم التجاري في إطار قانوني ومنظم يحفظ كرامتهم ويؤمن ممتلكاتهم من المخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أعبر عن مشاعر الغبطة والسرور والابتهاج بافتتاح هذه الساحة التي سميت باسم ذكرى عزيزة على كل المغاربة، وهي ذكرى المسيرة الخضراء، ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية. فالتحية لكل المغاربة من ترجى إلى الكويرة، مبتهجون جدا لأن هذه الساحة هي صرح من صروح هذه المدينة بعد ساحة محمد السادس، وهذه الساحة تأتي في سياق التشييد والبناء
الذي هو رهان وهو تحدي المملكة المغربية، وهذه هي معركتنا في إطار وفي سياق عالمي متحول جدا. فنبارك لكل مواطني وكل ساكنة مدينة بركان، كما نود أن ننوه ونشكر السلطات المحلية المنتخبة والإقليمية وكذلك السلطات العمومية. هو خطوة نتمنى أن تتكرر بخلال مشاريع جديدة تحاول أن تفسح المجال للمواطنين أو ساكنة مدينة بركان حتى يتمكنوا من ترويح عن أنفسهم وكذلك الاستجمام في أماكن وفضاءات مثل هذه. فشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد تم الشروع في إزالة السوق المغطى منذ 12 مايو 2020 ليتم تحويل نشاطه التجاري نحو المنصة التجارية بحي القدس كأكبر وجهة ترفيهية بمخطط مهيكل الذي من شأنه جعل المنطقة واحدة من أهم فضاءات بمرافق واعدة ومؤهلة تليق بمدينة بركان. وفي المقابل خلق فضاءات عمومية تساهم في أن يصبح متنفسا للساكنة بالإضافة إلى موقف للسيارات تحت أرضي يتسع لمئة مركبة. كان معكم في التعليق والتصوير مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخ سعيد جعفري ابن مدينة بركان. هذا عرس تبارك الله مع جامعة المسيرة الخضراء، وهذه الساحة سمت بالمسيرة الخضراء، يعني ساحة مسيرة الخضراء. يعني بالنسبة لنا نشكر عامل صاحب الجلالة والفضل راجع لصاحب الجلالة الله ينصره سيدنا، وهذا شرف كبير أن المدينة ديال بركان يعني راها في طور الإنجاز، وتبارك الله على المدينة، ورحنا فرحانين بزاف بهذا العرس يعني ما شاء الله. ونهدي واحد الفوز للنهضة البركانية وكل البلدية والأمن، ونشكرهم كثير. ميرسي بوكو، ميرسي، شكرا، بارك الله فيك.